مدينة الرستان 17/2/2013 وآثار الدمار في هذه المدينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيك العافية حجي. شلونك؟ الحمد لله. شو مين عمل هالضرب هذا هي؟ شايف هالبطاعة هون؟ ولا شو بيألم القلب. ولا شو بيألم القلب والله. ولا شو بيألم القلب. علي جير بيألم القلب. والله بيألم القلب. الأكل والشرب شلون هو عندكم؟ الأكل والشرب. والله مو كثير. نقاعدين برا بدنا فيها أرض دار مخبية شو اسمه مجرة قاعدين فيها. دمرت دارك كمان؟ لا غرف ثلاث غرف. طيب. جواب في فرصات. أنت هون هون وقت بصير قصف وين بتروحها؟ وقت بصير قصف وين بتروحها؟ بننهزم. بننهزم. منين عم يجي الضرب؟ منين عم يجيك الضرب؟ منين بيجي الضرب بالضبط؟ عم يجينا من هون من الكتيبة. من الكتيبة. من الكتيبة عم تضرب. يعني طبعا شو عم تدفوا انتوا هلا قول عادي؟ شو تدفوا؟ شو عم تدفوا؟ دفا على الصوب بتاع الحطب. ليش؟ ما في مازوت. ما في مازوت. ما في. شايفك يعني صاحب إعاقة، شايفك عم تمشي على العكاز. ليش؟ العكازة مشان ما بقدر امشي بلاها. ما بقدر امشي عليها بلا هي ولا هي. ما بقدر امشي غير عليها. شو الغاية يعني؟ شو السبب انه ما بتقدر تمشي؟ في صفائح بجر... ما بقدر احركها. ليش؟ شو صفائح؟ صفائح بجرك؟ الحمد لله على السلامة يا حجي. 17/2/2013 مدينة الرستان.